عندها ولد اسمه يوسف. نعم. وهبة عندها 3 أولاد ومنهم ابن يعني ممكن يطلع لعيب كويس. يطلع اسمه محمد. بس بزي غانم. لا ده مهاجم. هيبقى زيك إن شاء الله. طيب أنا معايا تقرير من منى غانم سلطان. تعال نسمع منى هتقول إيه ونرجع تاني ترد عليه. شو؟ مساء الخير عليكم، انا منى غانم، اكيد زملكاويه بشجع نادي الزمالك. النهارده بتشرف ان انا اتكلم عن والدي كابتن غانم سلطان، اللي في يوم من الايام كان لعيب لنادي الزمالك، لعب بفانيلا عظيمه زي فانيله نادي الزمالك، اخلص اجتهد تعب متاكده مشوار وما كانش سهل عشان يقدر يكتب اسمه وسط نجوم كبيره جدا في الوقت دوت او في الزمن اللي هو لعب فيه. يمكن انا ما قدرتش اشوفه هو لعيب كوره، بس شفته هو مدرب، شفته هو رئيس لقاع ناشئين في نادي الزمالك، شفته هو واحد من الجماهير بيشجع نادي الزمالك، شفت انتمائه وشفت حبه وشفت اخلاصه في عمله، شفته هو بيوجه لعيبه في قطاع الناشئين، جيل جديد جاي ما كانش بيبخل باي شيء من مجهود او معلومات او اي حاجه على اي لعيب او على اي حد شغال معاه في نفس المنظومه. اكيد انا شايفاه من اللعيبه القليلين جدا اللي اجتمع على محبته جمهورين، جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، اللي لحد النهارده لما بنقابلهم سيره والدي الحمد لله بتيجي بكل خير بكل محبه. انا فخوره ان انا بنت الراجل ده. انا بقول له يكفيني النهارده ان اي مكان بدخل فيه بيقولوا بنت بوشكش. ايه بوشكش؟ تمام. ده سمعتها. ده انت حفظتها لها بقى. منى غانم دي مثلا حبيبه قلبي، وهي الاصغر الله. وهي الاصغر بالنسبه لاولادي. يعني اصغر من هبه، وربنا وفقها، وعندها ابنها برضه لعيب كوره اسمه ابنها اسمه يوسف. حقيقي يوسف يوسف لعيب كويس جدا. احنا عاملين معاه لقاء كمان هتسمح افيدك بيه. هو لعيب كويس جدا، وربنا يوفقها يا رب في حياتها. امين يا رب. امين. ومستقبلها ربنا يخلي. هي خريجه ايه ولا ما لا لا خريجه بزنس مان، يعني من تجاره القاهره، جامعه القاهره. الصوره دي ايه؟ دي هي منى اهي وبنت اختي. بنت اختي اسمها سهى. طيب معانا خالد غانم سلطان، هنسمع خالد هيقول لك ايه ونرجع تاني نكمل بقيه الاسره. ماشي. طبعا الفيديو ده للكابتن غانم سلطان ابويا. عايز اقول لك ان انا بحبك جدا جدا جدا، وربنا يا رب يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا، عشان احنا من غيرك ولا حاجه، واي حاجه احنا وصلنا ليها او اي حاجه احنا فيها سببها اسم غانم سلطان، اللي زرع فينا حب نادي الزمالك وشرف الانتماء لنادي الزمالك اللي احنا بنعشقه. يا رب كابتن ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا، ويديك طولة العمر والصحه يا ابو الكباتن. وتحياتي طبعا للكابتن مصطفى عبد النجم الكبير. الله. هو بيكلمك ولابس الحزام عشان ما يكونش مخالفه. في العربيه. هتقول ايه خالد ده بقى؟ هو اصغر اولادي وهو حبيب قلبي طبعا، وربنا وفقه في مستقبله، والواحد طبعا بيشفق على اولاده على الحياه اللي جايه، وان شاء الله يكونوا هم ان شاء الله يبقى احسن مننا وربنا يوفقه ان شاء الله. طيب معايا هبه غانم سلطان. هبه برضو بعدها لك رساله. هنشوف هبه غانم سلطان هتقول لك ايه، هل منى تكسب ولا هبه، ده اللي هنشوفه دلوقتي. انا هبه غانم سلطان، وانا فخوره ان انا بنت الكابتن غانم سلطان. بابا انا ما شفتوش وهو بيلعب كوره، بس عرفت من خلال كلام الناس قد ايه كان هو لعيب محترم، قد ايه كان هو لعيب مميز. انا عندي ولد اسمه محمد، نفسي في يوم من الايام انه يبقوا زي والدي، لعيب مجتهد، لعيب محترم، لعيب ما يختلفش عليه اتنين، لعيب جمهور الاهلي والزمالك يحبه. بابا انا بحبك جدا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، وتفضل طول عمرك سند ليا يا رب. دي يا سيدي بقى تطور زي ما بيقولوا زمان البكريه، هي دي اول واحده. ربنا يخليها لك يا رب. وهي هبه دي كويسه جدا وبتحب اخواتها جدا، وان شاء الله ربنا يعني يخليها ليا ويخلي ابنها تشوفه زي ما هي عاوزه واحسن. طيب هي هبه بتقول لك ما شفتكش وانت بتلعب. مش ضروري. لا ما احنا ما شفناكش. احسن. طيب انا معايا يوسف ده ايمن، ده هو حفيدها ابنها. لا ابن منى. ابن منى. فبعت لك رساله. وان شاء الله تشوفه كده بقى، يبقى هو بيلعب فرد ولا مدافع؟ بيلعب في نص الملعب. طب بعيد عن الورا الوجع القلب اللي احنا شايفينه ده، انت شايف ممكن يرجع يلعب ليبرو تاني؟ مين هو؟ لا هو في نص الملعب، هو لعيب كويس
و... انت كنت في نص الملعب ورجعوك ليبرو. معلش بقى، هو بقى الايام دي هيروح قدام لو راح. خليه فيرود، فيرود هي اللي بتجيب الفلوس، هي اللي عليها العين دلوقتي. هنشوف يوسف هيقول ايه ونرجع تاني للكابتن غانم. انا يوسف ايمن حفيد الكابتن غانم سلطان. بدايتي كانت في نادي الزمالك. طبعا كابتن غانم سلطان كان ليه فضل كبير عليا جدا الفتره دي، ان هو كان بيساعدني وبيدعمني بشكل كبير جدا وبيديني نصايح بره الملعب وجوه الملعب. قدرت استفيد منها وقدرت اخد اول خطوه مهمه ليا في حياتي، ان ابقى موجود في نادي دايموند معايا لعيبه كبار زي الكابتن احمد جعفر، كابتن مصطفى عفروتو، كابتن احمد شكري، كابتن حسن يوسف، كابتن مصطفى حجاب. لعيبه كبار وعندهم خبرات كبيره جدا. وطبعا ما اقدرش انسى ان انا اتعلمت الانتماء والاخلاص من كابتن غانم سلطان، وقدرت اشوف هو بيتعامل مع اللعيبه، هو رئيس قطاع ناشئين نادي الزمالك، وهو كان مهتم جدا ان هو يحل لنا مشاكلنا بره الملعب وجوه الملعب عشان نقدر نحقق حلمنا ونبقى لعيبه كبيره في الدوري الممتاز. وطبعا انا مشجع كبير لنادي الزمالك اللي هو ليه فضل علينا كلنا، واللي هو السبب الرئيسي ان انا اكبر الاقي اسم كابتن غانم سلطان مرتبط بكيان عظيم زي نادي الزمالك، وان انا يبقى حافز ليا ان انا اكمل مشواري واوصل واكتب اسمي في تاريخ نادي الزمالك زي كابتن غانم سلطان معاه. تقول ايه بقى لجو؟ بتمنى له يا رب ربنا يوفقه. شايفه ان لعيب كويس جدا، وربنا يوفقه ويبقى حلمه ده ان هو يوصل له، وهو جدير ان هو يوصل له وان شاء الله يوصل. سنه كام سنه دلوقتي؟ 20 سنه بس. لازم يبقى شد حلو ويكون بيلعب درجه اولى بقى. ما هو يعني واخد الخطوه الاولى دلوقتي ان هو في فريق بيلعب درجه محترفين، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. معايا بقى اخر تقرير احمد غانم سلطان. احمد غانم سلطان كان نجم من نجوم الكره في نادي الزمالك، ودلوقتي ساب نادي الزمالك واهل نفسه في مرحله جديده اللي هو دلوقتي مع نادي زيد، مش كده؟ طيب هو بعت لك رساله كمان يا غانم. مساء الخير كابتن مصطفى عبده، والصوره الجميله المحبوبه اللي ياما امتعنا وما زال. بسلم على والدي كابتن غانم سلطان. الواحد لما بيتكلم على الاب دايما والام ما بيعرفش يديهم حقهم، وانا والدي الحمد لله الواحد اتولد لقى سيره وكارير وحب واحترام وسمعه من الناس كلها، والواحد دايما نفسه ان ربنا يكرمه بحاجه زي كده. فانا فخور ان انا والدي كابتن غانم سلطان، اللي ياما اتعلمت منه وما زلت، واتمنى ان انا اشرفه في كل لحظه في الحياه عموما، وطول عمره مربينا على الاحترام وحب الناس والاجتهاد، والواحد دايما والده بيبقى مثله الاعلى ليه. وانا اتمنى ان انا طبعا اوصل لربع اللي الكابتن غانم وصل له في كاريره العملي او كاريره الدنيوي عامه، وانا بشكره جدا ودايما بفتخر بيه ودايما باخد بنصايحه، وربنا يحفظه لينا ويخليه لينا. وتاني مرة بسلم على كابتن مصطفى عبده، وأسطورتين الواحد مستمتع بيهم. أشكرك يا أبو حميد، وربنا يوفقك في عملك الجديد وانت قدها ودود وتنجح فيه إن شاء الله. غانم أنا يعني سعيد إن أنا شايف بسم الله ما شاء الله تشهد أهو أسرة مترابطة مع بعض، كله بيحب بعض، وفي نفس الوقت كل واحد عاوز بيعبر على اللي جواه بالنسبة لغانم سلطان. طيب ربنا يخليك ليهم، يخلي لهم مامتهم، ويخلي لك أحفادك، وتشوفهم كده في أحسن مناصب في الدنيا كلها يا رب. أدرش احنا وصلنا دلوقتي لحاجة بسيطة وبقى هنبدأ نتكلم فيها قبل ما نخش على الأوتوغراف. انت هوايتك ايه غير الكورة؟ غير الكوره يعني ممكن مثلا ايه ابقى قدام التلفزيون بتفرج على افلام وماتشات كوره اجنبيه. افلام ايه؟ ابيض واسود؟ افلام ابيض واسود وقديمه. ايه الفيلم القديم اللي انت بتفتكره؟ يعني على طول حاطط محطه مسجيرو دي قدام. ما على طول. ايه الفيلم اللي انت بتتفرجه ابيض واسود بتتفرجه بالزمن الجميل؟ لا يا افلام كتير يعني مثلا ممكن سكر هانم، ممكن ناس مش فاكراه. الخيط الرفيع مثلا، افواه وارانب كده ليا في الافلام دي. عاطفي قوي. لا افلام اللي هي ايه فيها حاجات شعبيه وحاجات يعني ايه مشاكل يعني ايه بتاعت العصر اللي احنا فيه ده. طيب بتحب السفر؟ جدا. بتحب السفر. بتحب الصيد؟ لا خالص، ماليش علاقه بيه ولا ليا علاقه بالبحر خالص. بتخاف من البحر؟ يعني يكفي مثلا ما كنا في التربيه الرياضيه وانت معانا نهائي يعني. جيم كان عليا امتحان اخر السنه لازم انزل والا حسقط، فاهم انت ازاي؟ وكان ساعتها اللي هو يعتبر اللي ماسك اسمه احمد زكي، وده
والد منى زكي اللي هي الممثله دي مصمم ان انا انزل. يا عم ما اعرفش اعوم، جبت شويه عيال انا فاهمها بقى ان هي 100 100 وقفتهم على الشط عشان اول ما تنزل على البسين اول مرمي نفسي كله ينزل ورايا. فده اللي حصل. جابوك من على السيراميك بتاعك. طيب بتحب الاكل؟ لا والله ما يعني انا ماليش غير تقريبا ايه الاكل. لا ايامنا كنت بتاكل. ما خلاص بقى الايام دي لا يعني والا ما كانش هيبقى جسمي كده. لكن زي ما تقول يا كابتن مصطفى دلوقتي ايه احب الاكل تمل الخفيف يعني. الخفيف ما خلاص بقى احنا كبرنا الحمد لله. لكن احنا زمان كنا ندور نقول فين العكاوي فين مش عارف فين الكلام ده كله. فاكر؟ طيب بتحب تدخل المطبخ؟ لا نهائي خالص. ولا بعمل اي حاجه خالص. لا ولا بتعمل حتى شاي ولا اي قهوه ولا بتعمل اي حاجه. مراتي واولادي ربنا يديهم الصحه امين يا رب. طيب ليك في السوشيال ميديا؟ نهائي برضه. السوشيال ميديا افادت المجتمع المصري ولا ضرت المجتمع المصري؟ لا عملت ضغوط كتيره جدا على اي حد مسؤول. محترم. هي ممكن تغير مدرب وتغير رئيس نادي وتغير الكلام ده كله. اي حاجه. طيب ليك في الاغاني القديمه؟ احب اي حاجه قديمه. طيب ايه الاغنيه اللي بترجعك كده بالزمن الجميل تفتكرها وانت باصص للمدام هنا كده ما تبصليش انا؟ بتفكرك باول مره قابلت فيها المدام ويعني ذكرى جميله. انا احسن بص للكاميرا ما تبصليش انا. احسن اغنيه انا بحبها وتحسسني كده بالحياه بتاعت زمان قول للزمان يرجع يا زمان وانت عمري. هما الاغنيتين دول الاثنين دول. لو انت هتبعت لها الاغنيه هتبعت لها اغنيه ايه؟ انت عمري. انت عمري. ربنا يخليكم لبعض وتفرحوا باحفادكم ويخلي لكم اولادكم وتبقوا في احسن صحه واحسن حال يا رب. يا رب جميعا يا درش. احنا وقتنا خلص.